نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. مصر جميلة وعلى رأي الأمثال، وطبعا الأمثال هي مأثورات شعبية بنتعلم منها كتير. النهاردة هنتكلم على الرزق في الأمثال، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع دكتور سليم عبد الرحمن، استاذ بكلية التربية جامعة حلوان. اهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير. اهلا وسهلا دكتور سليم. تحب نبتدي بايه، بالرزق ولا بالتعليم؟ نبتدي بالرزق. نبتدي بالرزق لان الرزق اول حاجه مقدره من عند ربنا، التعليم بيجي بعد الرزق. يعني دايما حتى في تكوين الانسان ربنا سبحانه وتعالى بيقدر له رزق وهو في رحم الام او هو في بطن امه. فالرزق طبعا ده شيء مقدر من الازل وشيء معروف لكل واحد، ولكن حته اجري جري لحوش غير رزقك لن تحوش. لن تحوش. الاول نقول الامثال الشعبيه بتاعتنا دي متاخده من فين؟ اولا متاخده من التراث بتاعنا، زائد الديانات الموجوده بتاعتنا، الديانه المسيحيه الديانه الاسلاميه اللي موجوده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. قبل ما نخش، ما هو في احاديث قدسيه عن رب العزه بتقول وان لم ترضى بقضائي وترضى بما كتبته لك بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تركضوا في الدنيا ركض الوحش البري ولن تنالوا الا لما قد قسمته لك. نفس المعنى بتاعنا. نفس المعنى. كمان قال ايه تاني رب العباد؟ قال لك برضه في بقيه الحديث القدسي، يا ابن ادم لم اطلب منك عمل غد فلا تطلب مني رزق غد. يعني ما طلبتش منك لا تصلي عصر بكره ولا تروح تصلي في الكنيسه بكره ولا تروح تصلي في الجامع بكره، فبناء عليه ما تطلبش مني رزق. احنا خدنا الكلام ده كله من القران بتاعنا، وخدنا الكلام ده من الانجيل بتاعنا والديانات الموجوده، واصلناها في المجتمع المصري. يمكن عشان احنا مجتمع عربي ومجتمع شرقي التراث مأثر فينا قوي. الكلام ده ممكن ما يتفقش مع مجتمعات تانية، ولكن ده الواقع. يعني لو جه اي حد اجنبي درس، وفي حصل فعلا درسوا امثال شعبيه بتاعتنا المصريه، وجدوا ان الواقع بتاعهم احنا بنكرسه بنجسده من خلال مواقف حياتيه وامثال شعبيه بتاعتنا احنا، بتاعتنا خاصه بينا احنا بعد دراساتهم عملوها. زائد حاجه تانية، الامثال والثقافات بتختلف من زمن لاخر. طبعا. يعني مثلا زمان الولد كان يقول لك مثلا على طريق، طالما بنتكلم عن امثال شعبيه، اللي بيقول لك اللي اختشوا ماتوا. المثل ده جاي من موقف عربي مصري اصيل، ان في بيت اتهد الناس اللي لحقت تنزل وهم عري ما ماتوش، الناس اللي اختشوا وخافوا ينزلوا مات. اذا هناك كان الثقافه ان ممكن العري ده يختلف من شورت من بنطلون من كذا من كذا. فهي قد ايه الثقافه بتاثر. يعني زمان مثلا يقول لك ايه، القميص المشجر عيب، النهارده القميص المشجر مش عيب، بقى موضه. فهي القصه، المثل الشعبي بيؤخذ من ثقافه المجتمع الموجوده فيه في الاونه اللي اتوجد فيها المثل. عظيم. امثال كتير جدا اتقالت عن الرزق، ونتكلم على التعليم، لان التعليم برضو مهم جدا في حياتنا، ولولا التعليم لولا ان احنا يعني بني ادمين. التعليم ده قاعده راسخه للاسف الشديد، معظم الناس بتفهمه غلط. الناس بتفهم غلط بمعنى ايه؟ ان انا امسك كرباج ورا الولد لغايه ما يتعلم اللي انا عايزه يتعلمه مش اللي هو حبه. والدليل على كده قال لك التكرار يعلم الشطار. الشطار. فعلا. انت لو في مثل تاني، التكرار يعلم، لا يعلم الشطار. يعني الشطار ولا حاجه تانيه. احنا دايما ناخد الجانب الامثل والجانب الصح والجانب، ليه؟ ما هو في امثال سيئه احنا ما ناخدهاش. يعني دايما في كل جانب تعليمي او في كل امثال او في كل مثل شعبي او في كل حاجه احنا بنعيشها ناخد الجانب الصح. التكرار يعلم الشطار. يعني ايه؟ يعني انك انت النهارده لو انا قلت لك المعلومه، تعال احنا النهارده اساتذه تربيه واساتذه مناهج في مصر بنطبق المثل ده بتكنيك علمي واستراتيجيات حديثه في التدريس. معنى المثل ده متقال من مئات السنين. بنيجي نكرر المعلومه باسلوب سمعي، بنكرر المعلومه باسلوب بصري، بنكرر المعلومه باسلوب حركي، ونقول ايه؟ تعدد الاستراتيجيات التدريسيه في عمليه التدريس. طب ما هو المثل قايل من 200 سنه التكرار يعلم الشطار، قرر له المعلومه الواد يتعلم اكتر بس بطرق مختلفه. طب في مثل تاني بيقول لك بعد ما شاب ودوك قدام، ده ايه، سلبي ولا ايجابي ولا ناخده ازاي ده؟ المثل ده مورده ايه؟
ان الانسان فينا على قد ما يقدر يتعلم وهو في صغر السن افضل. يعني انا النهارده عندي عمر، اسيب عمري كله واجي بعد ما اوصل 50 سنه ولا 60 سنه اتعلم؟ طب ما انت جاي تتعلم عشان لما تتسال في القبر زي ما قال الراجل العظيم محمد هنيدي، قال له اتعلم لك كلمتين حتى لو سالت في القبر ترد. فهي القصه بقى كده، انك انت هو المثل ده بيدعو ويحفز الى الاهتمام بعمليه التعليم في السن. مورده كده انك انت ما تسيبش نفسك فتره كبيره، مش التعليم النظامي على فكره، الامثال التعليم بشكل التعليم والثقافه العامه. يعني حضرتك ممكن تكون مذيع ومعد برامج جيد جدا، عندك ثقافه طبيه وعندك ثقافه سياسيه وعندك ثقافه صحيه وعندك ده التعليم. هم مش قصدهم التعليم ان انا اخدش تعليم نظامي، بس اشتغل على نفسك من اولى ثانوي. طب من اولى ابتدائي في يعني اعلم في المتبلم يصبح ناسي. يعني ايه المتبلم؟ وانا عايز اسالك بقى حضرتك تيجي تقول لي بقى يعني ده اللي احنا بنساله. اللي مش عارف بقى واللي مش مركز، اللي هو احنا بنسميه لا عنده دافعيه ولا عنده استعداد. اسس التعليم ايه؟ ان يكون عندك استعداد، لان حضرتك لو انا مش جاي مش عندي استعداد اجي اقعد قدام حضرتك مش هتكلم. الدافعيه بتاعتي ان انا عايز اوصل معلومه للمجتمع بتاعي من خلال القنوات الفضائيه المصريه بتاعتنا، ادي استعداد وادي دافعيه. الانجاز دي ثالث حاجه. المثل بيقول الثلاث حاجات دول انا بكلمهم لك بعددهم لك باسلوب علمي تقني، وهو قالهم علم في المتبلم يصبح ناس. طالما انا يعني متبلم يعني هو ما عندوش استعداد، ما عندوش دافعيه، مش عايز ينجز، اذا بناء عليه مهما انا ممكن اكلم حضرتك في موضوع مهم جدا وانت تكون مركز في حد معدي او سرحان في حاجه ثانيه. سرحان في حاجه ثانيه، ده المتبلم هو الذي اثقل اهتماماته بغير موضوعه او بغير او بعدم بغير الشيء اللي هو جاي من اجله. لا هو عنده استعداد ولا عنده دافعيه ولا عايز ينجز، ده المتبلم بلغه العصر يعني. طب في فرق ما بين التعليم والتعلم؟ لانه برضو في بعض الحكم اتقالت عن التعليم والتعلم. طبعا فرق فعلا. التعلم اعم واشمل من التعليم. بمعنى التعليم هو عباره عن عمليه الزاميه، انا بعلمك بطرق وباستاذ معين. لو قدرتي تجتازي عمليه التعليم يبقى عمليه التعلم سهله عليك. ده الفرق. التعلم تقدر تتعلمي لوحدك. تعلم يعني زي نقول مثلا هي الاشمل الخبرات طبعا في الحياه للانسان. عام جايه بعد مرحله التعليم تجب عمليه التعليم. التعلم تجب عمليه التعليم لانها اشمل واكبر من عمليه التعليم، وتيجي مرحله ثانيه بعد عمليه التعليم. التعليم هو تعليم منظم، انا بلقي ليكي معلومه وتستخدميها باي اسلوب. التعلم هو عباره تثقيف حضرتك باشياء جديده من خلال ذاتك، كمبيوتر، قراءه كتاب، قراءه جريده، ده التعلم. تعلم ذاتي وتعلم غير ذاتي. تعلم الذاتي انك انت تقري، تعلم الغير ذاتي ان انا احطك في برنامج، ده اسمه تعلم. التعلم باختصار شديد هو اعم واشمل ويجب التعليم. تمام. طب ايه الامثله كمان اللي ممكن تبقى ايجابيه تحث التلاميذ على التعليم؟ يعني مثلا الشاطره تغزل في رجل حمار. افلح ان صدق. لكل فولة كيال مسوسة كيال أعور. دي كلها ده أمثلة تحس، لأن أنت لو شاطر أنت كمدرس وعندك منهج سيد. يعني أنا لما أقول الشاطر يغزل الشاطرة تغزل برجل حمار، مش معنى الشاطرة، ما ممكن يبقى شاطر، ممكن يبقى شاطر مش مشكلة، بس دايما لا اشمعنى جابوا مثلا ده الغزل الشاطرة يعني. انت جاي مركز على دي عشان ايه اللي بتغزل؟ لا لان ان الغزل من سمة السيدات مش من سمة الرجال، ولكن الشاطر ليه؟ وانا ادي لك مثال سهل جدا. حضرتك مدرس في التربية والتعليم، انت بتقول امثلة تخص التعليم، اديتك منهج سيء جدا، بتبص في المنهج لقيته طلاسم مش عارف تقرا منه حاجة، مسكت المنهج كمعلم دخلت الفصل، طب اقول ايه؟ لو انت شاطر تعمل برضه مثل تاني، هو الذي يعمل من الفسيخ شربات. شفت حد في حياتك يعمل من الفسيخ شربات؟ يعني الفسيخ بمناسبه شم النسيخ تعمل منه شربات. ده الاصل، انك انت كلها امثله محفزه على عمليه تعليم، امثله محفزه على عمليه تعليميه، انك انت قد ايه تخلق جو ومناخ واسلوب وطريقه تعرض فيه معلومه. والدليل على كده ان انا ممكن اجي اول خمس دقايق بيني وبينك جمود ثلجي، مش قادرين نقبل بعض، بعد 10 دقايق نتكلم مع بعض نبقى اصحاب جدا. طبعا دي الشطاره. ده هو اللي بيقول عليه الشاطر، الشاطره تغزل برجل احمر.
يعني اللي تلاقيه مش مستنيه يجيبوا لها مش عارف عود وخيط حرير ومش عارف ايه، لا ده المثل بكده يتصرف. انا دخلت المدرسه ما لقيتش داتا شو في فصل، دخلت القاعه عندي ما لقيتش داتا شو، في سبوره اشتغل بالسبوره، اشتغل بروحه ورقيه، اعمل مجموعات للعيال تشتغل، ولكن اقول لهم النور قطع عليا وانا جايب اللابتوب بتاعي وداخل ادي محاضره ومجهزين شاشه العرض والنور قطع عليا، ينطبق عليه المثل ده. طب ايه، اروح الم العده وامشي؟ لا والعيال تروح طبعا. تشتغل بحدود امكاناتك الموجوده. صح. عموما هو امثال كتيره، حكم كتيره جدا عن التعليم والتعلم والرزق، وطبعا كل دي حكم بنتعلم منها ونعرف منها واقع الحياه، وبتدينا خبرات ممكن نكتسبها ومر سنين جدا لما ناخد المثل او الحكمه او المقطور نبدا نفكر فيها نختصر سنين كتيره جدا. شكرا لحضرتك يا دكتور. انا بس عايز اضيف حاجه قبل النهايه. الجديد بقى في عالم التربيه وفي عالم التعليم ان الامثال الشعبيه خدناها مدخل للعمليه التعليميه، بندرس فيه داخل القاعات التدريسيه. تمام. بناخد الامثال الشعبيه، بناخد المنهج بنحطه في صوره امثال شعبيه، محتوى منهج كذا، بناخد كل فقره نشوف المثل اللي يقابلها من قديم الزمان ونحط وندرس باسلوب الامثال الشعبيه، واتعمل في المجال ده رسائل ماجستير ودكتوراه وابحاث كتير جدا على مجال العلم في مجال التربيه وغير التربيه. تمام. عظيم. التربيه والتعليم الاثنين مع بعض. دكتور سليم عبد الرحمن، يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا. اشكرك استاذ حاتم واشكر اسره القناه الثانيه، واشكركم على المجهود العظيم وعلى بتحاولوا تحافظوا على التراث المصري